اليوتيوب. الكرة من جانب اليسار، سواريز محاولة مرور ولا ناجحة، تمريرة ثانية ناجحة، انطلاقة لمصلحة برشلونة، مبدأ الأفضلية أو الحكم لا سيخرج انذار، سيخرج انذار، تدخل كان شوية عنفي، شوية عنف أمام سواريز في الكرة الماضية. لويسيت تعدى بشكل جميل، وبعد ذلك البطاقة الصفراء لبلانوس المدافع اللي لعب لأربع مواسم في برشلونة بي، لم يكن له صفة أساسية حتى قبل انطلاقة المباراة، كان في حديث مع الزملاء بالأمس مع بيكي مع سيرجي روبرتو اللاعبين اللي يعرفهم وأصدقاء، لكن هنا تدخل كان فيه عنف بعض الشيء، وبالتالي فانو كارلوس يحصل على إنذار ثاني في هذه المباراة، الأول على كابرال، إنذارين على سيلتا، كرة ثابتة واحدة خطيرة على مرمى سيلتا من جانب اليوب كالمعتاد، ميسي ونيمار تبادل.